عندك محاضرة الصبح كده؟ كده شايفين الشاشة عند شباب؟ شباب كده شايفين الشاشة؟ يا دكتور. تمام الشباب. طيب نبدأ بقى محاضرتنا. احنا كنا اتكلمنا بقالنا كم مرة كده بنتكلم في الاتش فاك، اتكلمنا في الجزء الاولاني انترودكشن كده، قلنا انترودكشن عن الاتش فاك وايه هي وظيفته وعن الريفريجريشن سايكل. بعد كده اتكلمنا عن الاتش فاك تايبس او الانواع وانواع الاجهزة واشكالها وتركيبتها وكل حاجة. بعد كده اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن السايكرومتريك تشارت وعرفنا الخواص بتاعت الهواء وعرفنا كمان البروسيسز اللي بتتعملها الهواء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جزء جديد اللي هو الـ Air Distribution System والـ Duct Design. يعني أنا لو عندي وحدة، الوحدة ديت هعمل لها Duct زي الوحدات اللي هي الباكجد اللي هي الروف توب زي ما قلنا قبل كده، أو لو أنا بتكلم على السنترال Air Conditioning زي الوحدات اللي هي بالتشيلد ووتر. لو أنا عايز أعمل Duct Design همشي Duct جوه المكان بتاعي، همشيه إزاي؟ هعمل الدكت ده إزاي؟ هعمل له حساباته إزاي؟ هو ده اللي إحنا هنتعلمه النهاردة إن شاء الله في المحاضرة بتاعتنا. دي طبعا اشكال الضغط اللي احنا بنشوفها، اكيد شفتوا الاشكال دي كتير جدا سواء كان في الكليه او بره الكليه. الاشكال دي طبعا منتشره جدا بنشوفها كتير، يمكن تكونوا بتشوفوا الديفيوزرز او الجريلات اللي بتطلع بس الهواء، بيكون الضغط مختفي شويه تحت السسبندد سيلينج. ممكن يكون في اماكن تاني شفت فيها الضغط نفسه، في مولات فيها اماكن الضغط فيها باين، وكمان عندنا في المبنى الجديد اللي هو مبنى البرامج برضه الضغط بتاعنا باين، مفيش سسبندد سيلينج والضغط واضح قدام الناس كلها. فاشكال الضغط دي طبعا شفتوها. طبعا عندي انواع من الضغط اللي هي الريكتانجولار والسيركولار، ده كله احنا هنتكلم عليه النهارده. اول حاجه عايزين نتكلم عليها، عايزين نتكلم عن حاجه اسمها الاير اوتلت، المخارج بتاعت الهواء. وانا عندي مخارج الهواء، طبعا اكيد انا بعمل اير سبلاي، يعني برمي هواء جوه المكان وبرجع اسحب الهواء دوت، بسميه الريتيرن. برجع اسحب الهواء تاني اللي هو موجود جوه المكان اللي المفروض ان هو بيكون سخن نتيجه الاحمال الحراريه، ارجع اخده مره تاني عن طريق الريتيرن داكت وارجعه تاني للمكنه بتاعتي عشان يبتدي يبرد او يتعمل عليه البروسيسز اللي انا عايز اعملها، وارجع ارجعه تاني عن طريق السبلاي داكت للمكان بتاعي. الجريلات بقى او الديفيوزرز اللي انا بحطها، المخارج بتاعت الهواء نفسه شكلها عامل ازاي، اول نوع منهم اللي بنسميه الاير جريل. جريلا شكلها زي ما انتم شايفينها كده، هو بتبقى واخده شكل المستطيل فيها اللوفرز ديت او الريش اللي احنا شايفينها ديت. طبعا الجريلات ممكن في منها جريلات بعملها جريلات سبلاي، يعني بتمدني بالهواء، هي اللي بترمي الهواء الساقع على المكان، وفي جريلات منها بسميها جريلات الريتيرن، يعني هي اللي بتبتدي تسحب الهواء السخن من المكان او بتاخد الهواء الراجع للمكنه من المكان. ففي عندي نوعين، يا اما سبلاي يا اما ريتيرن. الجريلات في العاده، الجريلات الصغيره اللي احنا بنشوفها كده مقاسها صغير زي اللي احنا شايفينها ديت، ارتفاعها صغير وعرضها كبير، دي في الغالب بتبقى جريلات سبلاي. جريلات الريتيرن لو بصينا لتحت كده اهوت الرسمه اللي من تحت، هتلاقي الجريلا اكبر شويه، دي جريله ريتيرن. فانا بستخدم الجريلا ليه؟ زي ما قلنا هي ديت اللي بتوجه لي الهواء وهو داخل على المكان بتاعي. في الانواع بتاعت الاير اوتلتس زي ما قلنا، اول نوع منهم الاير جريل اللي هي الجريلا اللي احنا شايفينها ديت. النوع الثاني اللي هو الديفيوزر، طبعا ده كله احنا شفناه. الديفيوزر بيتركب في السقف طبعا على وش السقف الساقط. الديفيوزر ليه اشكال وانواع هنتكلم عليهم، بس برضه الديفيوزر بتبقى ميزته ان هو موجود جوه السقف الساقط. الجريلا ما بتتحطش على سقف، الجريلا بتتحط على حيطه، انما الديفيوزر بيتحط على سقف ساقط، وهي دي الميزه. يعني هتلاقي الاكثر ان احنا بنستخدم الديفيوزرز في موضوع السبلاي، فهتلاقي اكثر الاماكن اللي فيها تكييفات هتلاقي فيها الديفيوزرز ديت هي اللي بترمي الهواء او هي اللي بتعمل لي سبلاي. الديفيوزر ميزته ان هو زي ما قلت فيه بليدز زي ما احنا شايفين كده اهوت، البليدز ديت بتبتدي توجه لي الهواء بزوايا معينه عشان يبتدي الهواء ينتشر جوه المكان ويبرد لي المكان بالكامل. هنشوف منها برضو اشكال وانواع، بس اللي يهمني دلوقتي انك تبقى عارف ان الديفيوزر دوت بيتحط جوه السقف الساقط، الجريلا بتتحط على وش الحيطه. طبعا
ممكن يكون في اماكن غصب عني لازم اركب فيها جريلا، زي مثلا لو قلنا اللوبي مثلا بتاع الفنادق، بتلاقي اللوبي بتاع الفنادق بيكون اللوبي دوت كبير جدا والسقف بتاعه عالي، فبييجوا على من تحت شويه كده هوت على اول دور، وييجوا على بلاط السقف ديت بما انها لسه مفتوحه في المكان اللي هو بتاع اللوبي، بيروحوا عاملين فيه زي سقف ساقط كده هوت، ويروحوا مركبين عليه الجريلات. طبعا مش سقف، مش بيبقى سقف، بس حوالين المكان المفتوح بتاع السقف بتاعي خلاص. انما الاكثر المنتشر اللي هو في الاماكن العاديه هتلاقيها الديفيوزر زي ما احنا قلنا. سواء الديفيوزرز او الجريلات بتتصنع من ايه؟ بتتصنع من شويه مواد معروفه، من الالومنيوم ده الاكثر استخداما، وفي من المايلد ستيل، وفي من الستانلس ستيل، وفي من البلاستيك. دي الانواع او الماتيريالز اللي بنصنع منها الجريلات او الديفيوزرز. جريلات او الديفيوزرز زي ما قلنا ممكن احطها في السسبندد سيلينج، ممكن احطها في الفلورز، في الارضيات ممكن بتتعمل، بس طبعا مش منتشره في مصر كتير. في الحوائط ممكن الجريلات احط لها على دورز او على حوائط زي ما قلنا. ممكن احط الجريلات بس ابقى واخد بالي ان الجريلات اللي على الارضيه او الفلورز لو حد يعني هيعمل كده بيعملها من ماتيريال تستحمل الترافيك او الناس اللي هتبتدي تتحرك على الجريلا ديت. ده طبعا التصميم ده قليل قوي يعني مش هتشوفوه كتير، لكنه موجود فعلا. طيب في عندي حاجه اسمها الديفيوزر ترمينولوجي. ايه الترمات اللي تهمني لما اجي ادور على ديفيوزر؟ ايه اللي يهمني لما اجي ادور على الديفيوزر ده او الجريلا دي؟ في عندي حاجه اسمها الايزوفيل او الايزو فيلوستي. ايه هي الايزو فيلوستي؟ الايزو فيلوستي اللي هو الكونتور او الاماكن اللي فيها سرعات ثابته او سرعات متساويه. يعني بمشي كده بقول السرعه ان هو مثلا 15 متر في الثانيه، تمشي تلاقي كل النقط اللي فيها 15 متر في الثانيه واوصل بينها كونتور، يبقى هو ده اللي بسميه الايزو فيلوستي. برسم زي خطوط كده بقول الخطوط ديت هي الايزو فيلوستي، او الخطوط اللي ليها سرعات متساويه، او الاماكن اللي فيها سرعات الهواء متساويه. دي مش بتهمني قوي، لكن يهمني ترمين هنتكلم عليهم دلوقتي. اول ترم فيهم بنسميه الثرو. ايه الثرو؟ الثرو ده بيسموه الحتف بتاع الديفيوزر او الجريلا. يعني من الاخر كده الهواء لما يبتدي يخرج من الجريلا اقصى مسافه يقدر يوصل لها، اقصى مسافه افقيه يقدر يوصل لها هتبقى قد ايه؟ هم محددين السرعه ديت في الثرو، يعني المسافه ديت محددينها ان اخر نقطه يوصل لها الهواء بتاعي بس تكون سرعته عند النقطه ديت نص متر في الثانيه. يعني من اول ما يترمي من الجريلا بيبتدي يتحرك في وشه، يعني يفضل ماشي لقدام، المسافة بقى الأفقية لغاية لما توصل سرعته لغاية نص متر في الثانية تبقى كام؟ المسافة دي تطلع كام؟ دي بنسميها الثرو. طبعا ببقى واخد بالي من النقطة دي لأن ممكن أحط جريلا على وش الحيطة زي اللي إحنا شفناها اللي نرجع تاني من شوية. لو بصيت على الجريلا مثلا دي، الجريلا دي هتبتدي ترمي هواء، فحدفة الهواء اللي هي هتحدفها لي هل هتوصل لي الهواء؟ الثرو بتاعه هيوصل للحيطة اللي قدامها ولا مش هيوصل؟ مينيمم لازم الهواء يوصل لثلاث أرباع المسافة اللي موجوده. يعني لو الحيطه ديت 4 متر لازم اوصل لثلاث ارباع المسافه ديت، يعني لازم اوصل على الاقل الثرو بتاعي يوصل 3 متر. اتفقنا؟ يبقى الترم اللي يهمني قوي الثرو، يبقى الثرو هو المسافه الافقيه او الديستانس من التيرمينال بتاعتي او من الديفيوزر او الجريلا بتاعتي لغايه لما توصل السرعه من نص متر في الثانيه، لازم تكون المسافه اللي هي الثرو ديت على الاقل، على الاقل ثلاث ارباع اللينس بتاع الاوضه بتاعتي. الحاجة اللي بعد كده السبريد، ده العرض اللي بتاع الايزو فيلوستي اللي بتوصل فيها السرعة لنص متر في الثانية. العرض هنشوفها تاني دلوقتي على رسمة كل الترمات دي. العرض اللي بتوصل فيها الايزو فيلوستي لنص متر في الثانية. الترم التاني اللي يهمني قوي الدروب. ايه هو الدروب؟ هو المسافة الرأسية اللي هينزلها الهواء من بعد ما يسيب الديفيوزر او الجريلا بتاعتي. المسافة الرأسية اللي هيبتدي يتحركها الهواء او هينزل منها الهواء، يعني هينزل مسافه قد ايه لتحت من بعد ما يسيب الجريلا بتاعتي او بعد ما بيسيب الديفيوزر بتاعي. طيب هي دي هتهمني هي كمان. طب انا حاطط ديفيوزر في السقف، هيهمني الهواء بتاعي هينزل لغايه فين؟ هيهمني الهواء بتاعي هينزل لغايه فين؟ لان في الحقيقه في منطقه كده من اول الارضيه لغايه مسافه تقريبا او لغايه ارتفاع، يعني في المكان بتاعي لغايه ارتفاع متر و80 سم، دي بنسميها الاوكيوبايد زون، هنوريها لكم دلوقتي. ده الشكل بتاعي لو انا بقول هي دي الجريلا بتاعتي وراميه كده اهوت الهواء. نتكلم بقى على كل الترمات. فالمسافه من اول الارضيه بارتفاع كده اهوت متر و80 سم، المسافه ديت بنسميها او المكان ده بنسميه الاوكيوبايد زون، يعني المكان ده اللي البني ادمين عايشين فيه. طبعا احنا عارفين ان اطوال البني ادمين يعني
الماكسيمم يمكن يوصل للمتر و80، فهم مخلين لغايه المتر و80 ديت هي الاوكيبايد زون. اوكيبايد زون يعني المنطقه المأهوله او المنطقه اللي فيها ناس، الناس قاعده في المكان ده او في المنطقه دي. طيب هل محبب ان الهواء الساقع دوت ينزل لغايه لما يلمس راس الناس اللي موجوده جوه المكان ده؟ في الحقيقه لا، لازم يكون الدروب بتاعي على الاقل على الاقل فوق المنطقه بتاعت الاوكيبايد زون. يعني انا عندي مثلا حاطط جريلا على مسافه 3 متر، لازم الدروب بتاعي لما ينزل ينزل كام متر بقى؟ ينزل متر و20 سنتي، ده ماكسيموم بتاعه، لان انا عندي متر و80 سنتي دول الاوكيبايد زون، انا مش عايزه ينزل جوه الاوكيبايد زون. لان في الحقيقه الهواء اللي بترميه جريلا او الديفيوزر ده بيبقى هواء بارد جدا. انا بعمل حسابي ان الهواء، وليكن انا الروم بتاعتي عايزها عند 25 درجه، مش ممكن التكييف بتاعها يديني هواء عند 25 درجه، انما هيديني عند كام؟ هيديني هواء عند اقل من كده بشويتين. يعني هيدوني عند كام؟ هيدوني تقريبا عند 15 درجه. طب الهواء اللي داخل عند 15 درجه ده ازاي هيوصل ل 25؟ نتيجه ان في احمال حراريه جوه المكان بتاعي، البني ادمين اللي عايشين جوه المكان دول بيرموا حراره، الاجهزه اللي انا حاططها في المكان بترمي حراره، الحوائط اللي حواليها الشمس ديت بتديني حراره. فنتيجه ان الحراره اللي داخله ديت مع الهواء اللي هو درجه حرارته 25، لما ياخد الاحمال الحراريه ديت يوصل لل 25 اللي انا عايز، يبقى بدخل الهواء عند 15 وتضاف عليه الاحمال الحراريه فيوصل عند ال 25 اللي انا عايز. طيب هل بقى الهواء اللي عند 15 دوت ينفع يخش يتلامس مع الناس، يعني يوصل لغايه الناس اللي موجوده جوه الاوكيبايد زون؟ في الحقيقه لا، لان الهواء بدرجات الحراره ديت ممكن يعني يعي الناس او يمرض الناس اللي موجودين جوه المكان، نتيجه ان درجه الحراره بتاعته منخفضه جدا زي ما قلنا. طبعا الترمات زي ما احنا قلناها، ادي لو انا بقول هي دي الجريلا بتاعتي زي ما انا بشاور كده اهوت، فاقصى مسافه اللي هي المسافه الافقيه اللي هي مسمينها اكس اهوت، دي اللي بنسميها الاير ثرو او الثرو بتاعي. المسافه ديت زي ما قلنا لو ده الروم لينس، يبقى المسافه اللي هي الاير ثرو ديت اللي هي اكس لازم تبقى 3 ارباع الروم لينس على الاقل. الدروب بتاعي هي المسافه الراسيه اللي هو مسميها لي هنا اهوت دي، المسافه الراسيه اللي اسمها دي ديت اللي هينزلها الهواء، دي بنسميها الدروب. وزي ما قلت لازم يكون الدروب بتاعي بعيد عن الاوكيوبايد زون، يعني فوق الاوكيوبايد زون اللي هي بتمثل متر و80 سنتي. الخطوط اللي على الناحيه الشمال زي ما مرسومه كده، لو هي دي الجريلا في خطوط مرسومه اهيت زي ما احنا شايفينها كده، خطوط دائريه. الخطوط ديت هي الايزو فيلوسيتي كونتور اللي هو الكونتور بتاع الفيلوسيتي او الايكوال فيلوسيتي، يعني كل خط من دول او كل دايره من اللي احنا شايفينها ديت ليها فيلوسيتي ثابته. خلاص فين بقى السبريد بتاعي؟ السبريد بتاعي اللي هو العرض بتاع الكونتور دوت، العرض بتاع الكونتور لما توصل سرعته لنص متر في الثانية. يعني باخد الكونتور اللي هو سرعته نص متر في الثانية واشوف العرض بتاعه واقول هو ده السبريد بتاعي او هو ده الانتشارية بتاعت الهواء بتاعتي. طيب كده احنا فهمنا الترمات المهمة بالنسبة لي بالنسبة للديفيوزر او الجريل، اللي يهمني فيهم زي ما قلت الثرو والدروب، دول نقطتين مهمين جدا، لانك لما بتخش في الكتالوج او لما بتيجي تبص في الكتالوجات بتاعت الديفيوزرز او الجريلات لازم تشوف الترمات ديت ولازم تعمل تشيك عليها. الثرو بتاعي هيوصل فعلا لثلاث ارباع الروم لينس ولا لا؟ تاني حاجه الاير دروب بتاعي هينزل لغايه لما يدخل في المنطقه بتاعت الاوكيبايد زون ولا لا؟ طبعا بالنسبه لي انا مش عايز الاير دروب بتاعي يوصل للاوكيبايد زون، لان زي ما قلت لو الهواء البارد قوي دوت نزل في الاوكيبايد زون الناس اللي قاعده ديت هتحس ببرد جامد، لان درجه الحراره بتاعت الهواء السبلاي جوه المكان بتبقى درجته منخفضه كتير عن الدرجه بتاعت الديزاين اللي انا عامل عليها الديزاين بتاعي. طيب انواع الجريلات بتاعتي، في نوع بنسميه الاكريت اللي هو اللي بيسموه كده اهوت بالعربي كده كرتونه البيض، يعني شكله زي ما احنا شايفينه كده، بتبقى زي مربعات صغيره زي ما احنا شايفينها، بيبتدي يخرج منها الهواء. طبعا بيخرج الهواء الانتشاريه بتاعته زي ما احنا شايفينها، هي تبتدي تنتشر في اتجاه واحد. بيبقى ورا الجريلا ديت حاجه اسمها البلينم بوكس، المكان اللي بيخش منه الهواء للجريلا بتاعتي. طبعا الاكتر الجريلات ديت بستخدمها في السبلاي او في الريتيرن زي ما احنا ما قلنا. الجريلا ديت في الحقيقه ممكن يكون وراها في حاجه اسمها هقول لكم عليها دلوقتي، هجيب لكم اسمها دلوقتي، هو تايه مني، هجيب لكم اسمها دلوقتي هقول لكم عليه. بليتس كده بتبتدي تفتح عشان تغير كميه الهواء اللي داخل او اللي خارج للجريلا بتاعتي. ده النوع الاولاني. النوع الثاني النوع المشهور اللي بنسميه البار جريل،
ده عبارة عن مجموعة بارز. البارز ديت هي عبارة عن بارز كده أفقية. الميزة في الجريلا ديت إن البارز ديت زي ما إحنا بنشوفها بتقدر تحركها، يعني اللوفرز ديت تقدر تحركها adjustable زي ما إحنا ما بنقول، فتقدر تحرك اللوفرز ديت أو البارز ديت، تقدر تنزلها لتحت شوية، تغير الزاوية بتاعتها لتحت شوية لو أنت عايز الهواء ينزل لك لتحت، أو لو أنت حاسس ببرد شوية تقدر تخلي الريش ديت ترفعها لفوق كده اهوت، فتبتدي تترفع لفوق فتبعد عنك توجيه الهواء بتاعك. فالبار جريل فيها الميزه اللي هي انا بغير الزاويه بتاعت الريشه نفسها بحيث ان اوجه الهواء على حسب المكان اللي انا عايزه. الحاجه اللي كنت عايز اقول لكم عليها اللي بنسميها الدمبر، انا بس كانت رايحه من اسم او رايح من بالي الاسم. الدمبر ده عباره عن زي ريش كده اهوت، بتبتدي تقفل عامله زي بوابه، تبتدي تقفل على الهواء يعني ما تخرجليش هواء تماما، او تبتدي تفتح شويه بشويه فتبتدي تحدد لي كميه الهواء اللي خارجه من الجريلا. لو انا عندي الدمبر ده راكب على الجريلا، فالجريلا في الحاله دي مش بسميها جريل، بسميها ريجستر. ريجستر دوت تبقى فيه الدمبر دوت، بحيث اني بفتح وبقفل بغير كميات الهواء اللي داخله او اللي خارجه من الجريلا بتاعتي. يبقى النوع التاني اللي هو بنسميه البار جريل، الميزه فيه ان هو البارز ديت بتبتدي تغير التوجيه بتاعها او بتغير الانجل بتاعت البليدز نفسها بحيث نغير توجيه الهواء اللي داخل لجوه المكان. طيب النوع اللي بعد كده الديفيوزرز. الديفيوزرز انواع واشكال والوان، بس اشهرهم الشكل اللي هو اللي بنسميه سكوير ديفيوزر. السكوير ديفيوزر بنشوفه كتير قوي. طبعا بتبقى فيه برضه ريش، الريش ديت ثابته ما بتتحركش، لكن هم بيعملوا الريش ديت بتوجيه على حسب انت عايز الريش ديت شكلها عامل ازاي. بتبقى في 1 دايركشن، في 2 دايركشن، او بنسميه 2 واي او 1 واي او 3 واي او 4 واي. يعني عايز تدي الهواء في اتجاه واحد ولا في اتجاهين ولا في 3 اتجاهات ولا في 4 اتجاهات. الاكثر انتشارا اللي هتشوفوه في اماكن الواسعه قوي هو الفور واي، اللي هو زي الشكل اللي انا بشاور عليه دلوقتي. هتلاقي الريش بتاعته متوجهه في 4 اتجاهات، يعني بيخرج لي الهواء في الـ4 اتجاهات بتوعي، فوق وتحت ويمين وشمال. خلاص لو جيت اشوفه كده هو ده الاشكال بتاعتي، بتاعت الوان واي التو واي والتو واي تاني، وفي 3 واي وفي 4 واي. طبعا كل حاجه على حسب المكان بتاعي. في الوان واي يعني الريش تبقى متوجهه بحيث ان الهواء يخرج في اتجاه واحد، طبعا الريش ثابته في الديفيوزر. في التو واي بيبقى في تو واي كورنر، يعني تخرجهم لي او تخرج لي الهواء في اتجاهين متعامدين على بعض زي ما احنا شايفين. يعني هفترض هحطها فين التو واي كورنر ديت، ممكن احطها في كوريدور واخد ايه زاويه، يعني في الزاويه بتاعه الكوريدور، كوريدور رايح مثلا ماشي طوالي وبعد كده هيخش يمين، فانا في الزاويه بتاعه الكوريدور ديت هحط التو واي ديفيوزر. هيعمل ايه التو واي؟ هيبتدي يرمي في الكوريدور اللي هو الطوالي، وهيبتدي يرمي في الكوريدور اللي مكمل العمودي عليه، يعني بتديني في اتجاهين عموديين. في التو واي اوبوزد زي ما احنا شايفينه دوت، التاني بيديني في اتجاهين متعاكسين. ده بحطه فين؟ بحطه في الكوريدور في النص. طبيعي ان انا لو كوريدور ضيق مش عايز يمين ولا شمال، انا عايز في اللي قدام والورا، فاحط التو واي اوبوزد دوت يبتدي يديني لقدام والورا، لاني اوريدي المكان بتاعي ضيق او العرض بتاعي اساسا منخفض، فمش محتاج هوا يمين وشمال، انا محتاج الهوا يروح لقدام والورا بس. في 3 واي زي ما احنا شايفينه كده اهوت، بيديني في 3 اتجاهات. ال 3 واي ممكن اركبه في اوضه، بس تكون الاوضه ديت هركب في الاخر كده قرب الحيطه، فمش محتاج ادي في الاتجاه اللي هو ناحيه الحيطه لان خلاص اوريدي في حيطه، فهدي في الاتجاهات يمين وشمال والقدام، فده بستخدم فيه 3 واي. ال 4 واي بقى بستخدمه في النص، يعني في مكان بقى واسع، هبتدي عايز محتاج انتشار الهواء يحصل في الاتجاهات كلها لان المكان بتاعي واسع جدا، زي الهولز الكبيره زي مثلا قاعات المحاضرات عندنا، لما تيجي تبص فيها هتلاقي اللي راكب فيها الفور واي في كل الاماكن، لان حتى اقصى مكان زي ما هنشوف دلوقتي بنركب الديفيوزرز الديستريبيوشن عامل ازاي، انا ببعد مسافه معينه من الحيطه، فانا عايز كمان اغطي المسافه اللي هي قرب الحيطه دي، فهيديني الفور واي، هيديني في كل الاتجاهات زي ما شفنا، فابتدي تخش في كل الاتجاهات. تركيب الديفيوزر بتاعي في منه تركيب اللي هو بيخش زي الكابس كده، بيخش جوه سقف السائط كابس، وفي منه بيخش عن طريق سكروز، عن طريق مسامير كده هو تبتدي تركب، وفي جزء منه بيخش عن طريق نيك كده وبيخش جوه سسبندد سيلينج ويطلع يتمدد بره عادي. في نوع اللي هو بعد كده في الديفيوزرز، احنا اتكلمنا عن السكوير. النوع التاني اللي هو السيركولر، في نوع سيركولر زي ما احنا شايفينه ده برضو موجود،
السيركولر بيطلع لي الهواء في باترن شكلها سيركولر، يعني برضو بيخرج لي الهواء في شكل دوائر كده، هو يبتدي ينتشر في المكان في شكل دوائر. طبعا برضو في لوفرز او في بليدز برضو واخده شكل سيركولر عشان تطلع لي الهواء زي ما قلت. فيبقى توجيه الهواء بالنسبه لي دائري. في نوع بعد كده اللي هو السويرل. السويرل ده الميزه فيه ان هو عامل زي الريش بتاعت المروحه، تلاقيهم منطبقين كده هوت او طالعين فوق بعض، فلما تبتدي يخرج منهم الهواء بيبتدي يعمل لي زي دوامه جوه السقف الصائل. فايدته ايه في السويرل ديفيوزر دوت؟ لما بيكون الارتفاع بتاعي منخفض والاقي ان الدروب بتاعي مهما كان او مهما هعمل هلاقي ان الهواء بتاعي هينزل ويخش لي جوه الاوكيوبايد زون، فممكن اركب السويرل ديفيوزر ده. السويرل ديفيوزر ميزته ان هو لما بيبتدي يخرج لي الهواء بتعمل سويرل، يقدر لما عن طريق الحركة الدائرية اللي بيخرج بيها الهواء دوت يقدر يعمل لي ميكسينج ما بين الهواء الخارج او اللي هو السبلاي وما بين الهواء اللي موجود جوه الروم اوريدي، فيبتدي يعلي درجة حرارة الهواء شوية قبل ما ينزل للاوكيوبايد زون. يبقى تاني السويرل ديفيوزر بيعمل لي سويرل او هاي تربلنس. الهاي تربلنس ديت ميزتها انها بتعمل لي جود ميكسينج ما بين السبلاي اير والروم اير قبل ما يخش لي على الاوكيوبايد زون، وبالتالي الناس ما تحسش بالهواء البارد جدا اللي خارج من الديفيوزر بتاعي. في نوع بعد كده اللي هو اللينير جريل ده او اللينير ديفيوزر، بيبقى شكله لينير عامل زي الجريل كده اهو، بس هو فيه زي ريشه واحده زي ما احنا شايفين. في نوع بعد كده المهم بالنسبه لي اللي هو الجيت ديفيوزر. الجيت ديفيوزر بيخرج لي زي جيت، مفهوم كده من مسمى ان هو جيت، يعني بيخرج لي الهواء بسرعات عاليه قوي. طب هتخرج هواء بسرعات عاليه قوي ليه؟ ده انت اساسا مش عايز الهواء يوصل للاوكيوبايد زون. لا، ما انا هطلع الهواء بسرعات عاليه قوي في الاماكن اللي هي فيها السقف عالي جدا، بتروح اماكن زي مثلا المساجد مثلا او زي الكنائس او زي المطار، هتلاقي السقف اساسا عالي جدا، يمكن ارتفاع مثلا السقف ممكن يكون مثلا 10 متر، فانا محتاج الهواء اللي موجود جوه السقف دوت ينزل قرب الاوكيوبايد زون، عايزه الهواء البارد ما يبقاش فوق قوي، ما يبقاش واصل للاوكيوبايد زون، انا عنده عايزه فوق الاوكيوبايد زون بحيث انه يعمل ميكسنج والهواء البارد يوصل للناس بدرجه الحراره المعقوله بتاعته اللي هي توصل ل 25 درجه. ففي الحقيقه الجيت ديفيوزر بيديني هواء يقدر يخترق او يقدر يمشي بسرعات عاليه لاماكن طويله، فيقدر يوصل قريب خالص من الاوكيوبايد زون عشان يعمل لي الميكسنج ويوصل للاوكيوبايد زون بالديزاين تمبرتشر اللي احنا قلنا عليها. ده اللي بنسميه الجيت ديفيوزر. يبقى الجيت ديفيوزر ميزته ان انا هقدر اركبه في الاماكن اللي فيها سسبندد سيلينج او السيلينج بتاعه عالي جدا، فبالتالي اقدر اوصل منه للاكويبايد زون ما عنديش مشكله فيه. طيب في فاكتورز مهمه لازم اخد بالي منها وانا بعمل الديزاين للديفيوزر ده او انا بعمل اختيار للديفيوزر ده. زي ما قلت السي اف ام، السي اف ام اللي هي كميه الهواء او الفوليوم فلو ريت بتاع الهواء، سي اف ام اللي هي كيوبيك فيت بير مينيت، سي اف ام اللي هي كيوبيك فيت بير مينيت، كيوبيك فيت بير مينيت اللي هي الفوليوم فلو ريت بتاع الهواء، دي وحده طبعا سي اف ام دي وحده، كيوبيك فيت بير مينيت يعني هيمشي كام قدم مكعب كل دقيقه. فبيقول لي ان السي اف ام لكل تيرمينال او لكل ديفيوزر او لكل جريلا بيساوي التوتال سي اف ام في المكان على عدد ديفيوزرز او عدد الجريلات اللي انا هحطها في المكان. يبقى لازم اخد بالي هو انا هحط كام ديفيوزر في المكان. مثلا انا هحتاج في المكان دوت 500 سي اف ام واحط فيهم 10 ديفيوزرز، فيبقى الديفيوزر الواحد نصيبه 50 سي اف ام. يبقى تاني بقول كده هوت، لو انا المكان بتاعي هحتاج فيه 500 سي اف ام توتال وهركب 10 تيرمينال او 10 ديفيوزرز، يبقى السي اف ام بتاعت التيرمينال الواحد او الديفيوزر الواحد ب 50 سي اف ام. ده رقم مهم لان لما بخش الكتالوجات بتاعت الديفيوزرز او الجريلات لازم تبقى عارف هو انا عايز ديفيوزر يديني كميه سي اف ام قد ايه. اتفقنا؟ الحاجه الثانيه النويز ليفل، لان طبعا الهواء هو خارج من اللوفرز ديت او من الريش ديت اكيد بيعمل صوت، فالصوت الطبيعي اللي هو بيديني تقريبا 32 ديسيبل، ده الصوت الطبيعي في الاماكن السكنيه في الاوفيس في الكلام ده. وفي صوت اعلى شويه من الطبيعي اللي هو بستخدمه مثلا في المولات، الاماكن اللي بتبقى فيها حركه وفيها ناس بتتكلم والكلام ده زي الكافيهات المولات، ممكن استخدم صوت اعلى شويه اللي هو يوصل ل 48 ديسيبل. الحاجه الثالثه اللي هو الاير ثرو او الثرو بتاع الديفيوزر، زي ما قلنا احنا اتفقنا كده ان الثرو بتاعي لازم يوصل ل 3 ارباع الروم لينز،
فالاكس بتاعتي لازم توصل لثلاث ارباع ال. برضه لما اجي اختار الديفيوزر بشوف البعد مثلا بتاعي بتاع الاوضه 10 متر، لازم احسب الثلاث ارباع بتاعه اللي هو 7.5 متر، يبقى لازم اجيب ديفيوزر او جريلا الثرو بتاعها على الاقل هيكون 7.5 متر. فاهمه؟ طيب انواع الدكتس، نيجي بقى نخش للدكتس. في انواع من الدكتس، في انواع من الدكتس، في منهم نوعين هم دول اللي احنا بنعمل بيهم، او دول الاشكال بتاعت الدكت زي ما بتشوفوهم. في نوع منهم راوند اللي هو السيركولر، يعني بيبقى شكل الدكت نفسه سيركولر زي البايب او زي التيوب. والنوع التاني ريكتانجولر اللي هو في الشكل التاني زي ما احنا شايفين كده، هو ده الشكل الاشهر اللي بنشوفه في الاماكن بتاعتنا، زي مثلا المبنى زي ما قلت عندنا في المبنى بتاع البرامج هتشوف اكتر الشكل اللي هو الريكتانجولر، انما في اماكن اوريدي بتركب الراوند على حسب المكان اللي انت بتركب فيه. وهنشوف امتى اختار ده وامتى اختار ده، وهنعرف ليه بختار الراوند وليه بختار الريكتانجولر، او مين يديني ميزه على مين. هنشوف الكلام ده واحنا بنتكلم دلوقتي. طيب ده برضو شكل تاني، الاشكال اللي هي الريكتانجولر والسيركولر زي ما احنا شايفينهم بالتحميلات بتاعتهم او بالتركيب بتاعهم يعني في السقف. طبعا التركيب بتاعي في السقف زي ما احنا شايفينه كده اهوت، بيتركب حاجه اسمها تيش واكمون، يعني حاجة عاملة زي اللي هو المسامير اللي هي الألووز بالفشر بتاعها، بنسميهم تيش وأكمون، بينزل وبيركب على تحميلة كده هوت أو بزاوية بيبتدي يتحمل عليها الضغط بتاعي زي ما احنا شايفين. طيب ده شكل الأشكال بتاعت الضغط بتاعتي. امتى بقى أميز ده عن ده، أو امتى أقول ده أستخدم ده أو أستخدم ده؟ باجي لحاجة اسمها الأسبكت ريشيو. اولا ايه اللي يميز لي ده عن ده؟ حضرتك بيبقى المعماري مدي مسافه محدده من السسبندد سيلينج، يعني بيجي يقول والله انا هركب السسبندد سيلينج وليكن على بعد متر او وليكن على بعد 75 سم، فحضرتك معاك ارتفاع للسسبندد سيلينج 75 سم ما ينفعش اتخطاه. ممكن حضرتك وبتيجي ترسم او بتيجي تحسب البعد بتاع الضغط او الديامتر بتاع الضغط تلاقي الديامتر بتاع الضغط طالع كبير. طبعا اخد بالي ان الضغط ده بيتحط عليه كمان انسيوليشن، يعني بيتحط عليه ماده عزل لان ماشي فيه هواء بارد عشان ما يسخنش مني الهواء قبل ما يخش للمكان. دي نقطه. النقطه الثانيه عشان التركيبات بتاعه الضغط، فلو لقيت ان الضغط بالانسيوليشن بالتركيبات بتاعته هلاقي ان الارتفاع بتاعه هيطلع اكبر من السسبندد سيلينج، يبقى بالتالي مش هقدر استخدم السيركولار ضغط، لازم اروح لفين ده؟ لازم اروح لحاجه اسمها الريكتانجولار ضغط. طب لما تروح للريكتانجولار ضغط هاخد هي نفس الاريا بس هقلبها، يعني الاريا اللي كان ماشي فيها الهواء في السيركولر هي اللي هيمشي فيها في الريكتانجولر، بس هقلب الاريا ديت لشكل ريكتانجولر زي ما شايفين اللي هي شايف سامعني؟ الو هيا دكتور. تمام، يبقى بقول برجع لو انا الضغط بتاعي السيركولر ده خلاص الارتفاع بتاعه هيطلع اكبر من السسبندد سيلينج بضطر الجا للريكتانجولر. لما اروح للريكتانجولر بقى هيبقى اتش في دبليو، حضرتك ممكن تزود العرض زي ما انت عايز وتقلل في الارتفاع وبالتالي مش هيبقى عندي مشكله في موضوع السسبندد سيلينج. بس وانت بتعمل كده لازم هاخد بالي من حاجه مهمه جدا اسمها الاسبكت ريشيو. ايه الاسبكت ريشيو؟ اللي هي العرض الارتفاع يبقى بيساوي كام. طبعا الافضل ان يكون العرض زي الارتفاع اللي هو هيبقى السكوير، لكن نتيجه ان انا عايز اقلل الارتفاع على قد ما اقدر عشان موضوع السسبندد سيلينج فبفضل اقلل في الارتفاع، تبقى الاسبكت ريشيو لغايه كام؟ هو بيقول لي ان البيست او الكويس يعني واحد لواحد زي ما قلت السكوير، انما ما عنديش مشكله ان انا اوصل لغايه 3 لواحد، يعني العرض يبقى 3 اضعاف الارتفاع بتاع الضغط بتاعي. وزي ما قلت اللي بيحكمني في الاخر هو في الاخر هو الارتفاع بتاع السسبندد سيلينج. واخد بالي ان طول ما انا ماشي بالضغط بما اني الكميه السي اف ام انا بفضل ارمي في كميات من الهواء عن طريق الديفيوزرز المختلفه، يعني طول ما انا ماشي انا قاعد برمي في الديفيوزرز في الهواء، فطول ما انا ماشي الابعاد او البعد بتاع الضغط بتاعي بيتغير بيقل لو انا برمي يعني بعمل سبلاي، او بيزيد لو انا بعمل ريتيرن يعني برجع اسحب الهواء مره ثاني، فطول ما انا ماشي برجع اسحب من الجريلات ديت فالضغط بتاعي ارتفاعه بيكبر او المفروض السايز بتاعه بيكبر. اخد بالي ان انا في الريكتانجولار ضغط بيفضل ان انا اغير البعد في اتجاه وفي اتجاه واحد بس، يعني ايه؟ يعني ممكن اكون ماشي بارتفاع بعرض ثابت
اللي بيتغير معايا في الضغط نتيجة إن أنا بغير الـ CFM أو بغير كمية الهواء، اللي يتغير معايا الارتفاع. يعني أبقى واخد ضغط ارتفاعه عالي قوي مع W ثابتة، يعني أفضل ماشي بـ W ثابتة، عرض ثابت، وطول ما أنا ماشي بالارتفاع بتاعي، الارتفاع بتاعي يفضل يقل نتيجة إن أنا قاعد برمي في الهواء بتاعي أو بزود في الهواء بتاعي على حسب أنت بتعمل إيه. لو جيت قارنت أو عملت مقارنة كده هو بسيطة ما بين الراوند داكت والريكتانجولار داكت، هلاقي لو أنا بتكلم على الفريكشن فالراوند داكت بيديني فريكشن أقل. طبعا الفريكشن دوت اللي ما بين الهواء ما بين الضغط. بيهمني في إيه قصة الفريكشن؟ طبيعي إنك بتجيب فانة أو بتجيب مروحة هي اللي بتضغط لي أو بتبتدي تحرك لي الهواء دوت جوه الضغط لغاية لما يوصل للمكان. فكل ما الفريكشن بتاعي قل ده بيعني لي ان المروحه بتاعتي هتبقى السايز بتاعها او الكباستي بتاعتها اقل، وبالتالي هتبقى ارخص بالنسبه لي. يبقى بالنسبه للراوند داكت ليس فريكشن، الريكتانجولار داكت الفريكشن بتاعه اعلى. المانيفاكتشرنج بتاعي الصعب فيهم يعني التصنيع، الراوند داكت صعب في التصنيع بتاعه، الريكتانجولار داكت لا اسهل في التصنيع. يعني بالنسبه لي مين فيهم يتكلف اكتر؟ الراوند داكت هيتكلف اكتر، والسكوير او الريكتانجولار داكت هيكلف اقل. الكونفيجوريشن بالنسبه للشكل نفسه، الشكل نفسه الراوند شكله اظرف او افضل في الشكل، الريكتانجولار شكل تيجي تبص عليه. بالنسبه لارتفاع السسبندد سيلينج زي ما قلت ان الراوند داكت هيحتاج دبس اكبر او هايت اكبر للسسبندد سيلينج، الريكتانجولار داكت زي ما قلت بتقدر تغير في العرض زي ما انت عايز وتقلل في الارتفاع، فبيحتاج ارتفاع اقل او less depth في السسبندد سيلينج بتاعي. يعني احتاج السسبندد سيلينج بتاعي ممكن يبقى قليل، ما عنديش مشكله هقدر اغير، بس اخد بالي من موضوع الاسبكت ريشيو زي ما قلت قبل كده. طيب لو قارنت بقى الريكتانجولار داكت مين فيهم افضل، هو بيقول لي كده هو في حاجه اسمها الويتد بريمتر. الويتد بريمتر ده اللي هو البريمتر الملامس للهواء. فلو حسبت البريمتر بالنسبه للسكوير داكت هيطلع لو انا اللينس بتاع السايز او السايد بتاعي ب 8 انش، فهلاقي ان الويتد بريمتر ب 32 انش. لو انا غيرت السايز ده 4 في 16 مثلا فهيطلع لي ب 40 انش الويتد بريمتر. طب هيفرق معاك ايه الويتد بريمتر؟ لان في الحقيقه حضرتك هترجع تركب بعد كده انسيوليشن، فلما تيجي تركب انسيوليشن على السكوير داكت هيحتاج مني انسيوليشن اقل من الريكتانجولار داكت. يبقى طول ما انا بعمل في الريكتانجولار داكت ابقى واخد بالي ان طول ما انت قاعد تكبر في العرض وتقلل في الارتفاع ده ممكن يوصلني ان الانسيوليشن بتاعي هيبقى اكبر بكتير. الفريكشن لو انا دورت على ناحيه الفريكشن هلاقي برضو ان الفريكشن بتاعه اقل من الريكتانجولار. لو دورت عن انسيوليشن السكوير الانسيوليشن بتاعه اقل من الريكتانجولار. الكوست بتاعتي السكوير اقل، يعني هلاقي الكوست بتاعته اقل من الريكتانجولار. الدبس بتاع السسبندد سيلينج بقى هو المشكله، وهو ده اللي بيخلينا نلتجئ زي ما قلت للريكتانجولار، لاني انا عايز ارتفاع معين. ففي الحقيقه السكوير ده هيحتاج مني ارتفاع كبير في السسبندد سيلينج، الريكتانجولار زي ما هو محتفظ بالميزه بتاعته ان هو هيحتاج سسبندد سيلينج اقل او ارتفاع السسبندد سيلينج اقل. وهي دي الميزه اللي بتخلي الناس تفكر اكتر زي ما قلت في موضوع الريكتانجولار داكت، بغض النظر عن كل المشاكل اللي بتحصل منه. حقيقي انتوا طبعا كمعماريين تعرفوا ان انا ليا ارتفاع معين للمبنى، فكونك الارتفاع ده وليكن بقول 60 متر، 60 متر دول ممكن اخدهم لو كل دور ب 3 متر فهاخدهم في 20، يعني هاخد 60 متر دول اعمل منهم 20 دور. غير لما اقول 60 متر هعمل الدور الواحد ب 4 متر يبقى هاخد عدد ادوار اقل شويه، وده هيديني يعني هيخلي المبنى تكلفته عاليه والمكان تكلفته عاليه. فعلى الاقل المعماري بيدور على قد ما يقدر يقلل السسبندد سيلينج اللي هيمشي فيه الضغط عشان يقدر يوفر في المبنى بتاعه. لو رحنا بعد كده وشفنا كده الماتيريالز اللي بصنع منها الضغط، هما بيتصنع من 3 ماتيريالز، يا اما من الجلفانايز ستيل وده الاكثر استخداما، يا اما من الستانلس اقل شويه هو الفايبر. طبعا يعني بقى منتشر دلوقتي موضوع الفايبر ده لانه جديد شويه، انما المنتشر اكتر اللي هتشوفوه كتير جدا هو الجلفانايزد ستيل. يبقى هو ده الاستخدام العادي بتاع الجلفانايزد ستيل. طب امتى استخدم الستانلس ستيل او الفايبر؟ الستانلس ستيل بستخدمه في الحقيقه في الاماكن اللي بيبقى فيها مواد كيماويه ممكن تاثر على الضغط بتاعي. يعني انا ماشي ضغط في مكان مثلا في كيميكال لاب، في مكان معامل كيميائيه مثلا، او في مستشفيات ممكن تكون طالعه منها مواد تاثر على الضغط بتاعي، او في سويمنج بولز الاماكن اللي فيها حمامات السباحه بيبقى فيه كلور، فالاماكن ديت مع التبخر او مع تبخر الميه ممكن تاثر على الضغط بتاعي.
فهي مشكلتي ان انا هحط فين الاماكن او الستانلس ستيل. الستانلس ستيل اغلى بكتير جدا من الجلفانايز ستيل، وبالتالي يعني التفكير بداية هيبقى في الجلفانايز ستيل، الا لو في حاجة غصب عني هتخليني اروح للستانلس ستيل لان تكلفته عالية جدا. المميزات بتاعته ان هو ما بيحصلش فيه كوروجن، لكن عيبه ان هو زي ما قلت الاكسبنسيف او التكلفة بتاعته هتبقى عالية جدا. الدكت انسيوليشن، واحنا بنحتاج نعمل انسيوليشن للدكت؟ اه طبعا في الحقيقة بنحتاج نعمل انسيوليشن. ده دكت ماشي فيه هواء ساقع، فبالتالي انا عايز على قد ما اقدر الهواء الساقع ده يوصل للمكان بتاعي او يوصل للمكان اللي انا هكيفه زي ما هو ساقع. يعني انا خارج من المكنة عن درجة حرارة 15، مش معقول على بال ما اوصل للمكان يكون الهواء درجة حرارته وصلت مثلا لل25، مش ممكن. لازم هركب انسيوليشن، الانسيوليشن ده هيحمي لي الهواء البارد بتاعي انه يوصل للمكان زي ما قلت زي ما هو بارد. طب الميزة في كده ايه؟ الميزة في كده ان هو هيعمل لي سيفنج للانرجي. حضرتك دفعت انرجي عشان تبرد الهواء دوت، او دفعت طاقة في المكنة، او دفعت كهرباء في المكنة عشان تبرد الهواء ده، فمش من الطبيعي ان انا امشي الهواء بعد كده يرجع يسخن قبل ما يوصل للمكان اللي انا هبرده. فالانسيوليشن بيعمل لي سيفنج للانرجي، بيمنع الكوندنسيشن على الدكت. انتوا عارفين الهواء اللي حواليا زي ما قلنا المرة اللي فاتت بيبقى فيه ووتر فيبر او فيه بخار مية، طبعا حضرتك مش شايفه، انما لو جبت ازازة ساقعة جدا وحطيتها في المكان زي ما قلنا، بعد شوية بتلاقي فيه قطرات مية على الازازة. جت منين قطرات المية ديت؟ جت من الكوندنسيشن، بخار المية الموجود جوه الهواء ابتدى يتكثف على الازازه البرد. فتخيل نفسك كده، هو الضغط ماشي فيه هواء ساقع جدا ماشي جوه مكان سخن، فطبيعي ان الهواء اللي حواليه دوت لما يبتدي ينتشر على الضغط ده اكيد هيعمل لي كوندنسيشن، او هيبتدي البخار جوه الهواء هيبتدي يتكثف على الضغط. وطبعا دي حاجه حضرتك لما تحط الانسيوليشن طبعا هبقى بمنع عمليه الكوندنسيشن اللي هتحصل دي. بعد كده الضغط ده طبعا ماشي فيه هواء، كونك انك تحط عليه طبقه الانسيوليشن ده بيمنع النويز اللي بيحصل نتيجه الضغط، بيمنع طبعا الفورميشن بتاعت المولد والفانجز بتاعتي اللي ممكن تحصل جوه المكان بسبب وجود الضغط والميه اللي بتنتشر من الضغط ده. طيب الانسيوليشن دوت يبقى السكنس بتاعه قد ايه؟ متعارف كده هوت ان السكنس لو انا بتكلم على الاندور يبقى ب 1 انش، يعني واحد بوصه من كل، او السكنس بتاعي لو انا بتكلم على الاوت دور بحط 2 انش من الانسيوليشن، يعني السكنس بتاع الانسيوليشن يبقى 2 انش لو انا شغال اوت دور. اوت دور يعني انا شغال بره المبنى، يعني مفيش اي تضليل على الضغط بتاعي، فبستخدم 2 انش انسيوليشن. لو انا شغال جوه المبنى يعني الضغط ماشي جوه المبنى بتاعي، يعني لو انا على سطح مثلا، على السطح من بره الضغط اعزله ب 2 انش، ب 2 بوصه. اول لما يخش الضغط بتاعي جوه المبنى يعني يخش جوه المكان، بقى خلاص في سقف وفي حيطان، ببتدي اعمل انسيوليشن ب 1 انش او ب 1 بوصه. اخد بالي في الضغط بتاعي الارتفاع بتاعه هيبقى قد ايه مع الانسيوليشن بتاعي، مع التركيبات بتاعت اللي احنا قلناها في السقف، لازم اخد بالي ان الارتفاع التوتال بتاعي هيكون الارتفاع بتاع الضغط زائد 1 انش من فوق ومن تحت نتيجة الانسيوليشن اللي انا حاطه، ولازم اسيب كمان 1 انش من فوق ومن تحت للتركيبات اللي انا هركبها، يعني التركيبات والتحميلات اللي انا هحطها بتاخد 1 انش كمان من فوق 1 انش من تحت. فانت الطبيعي بتاعك هيبقى الارتفاع بتاع السسبندد سيلينج على الاقل هو الارتفاع بتاع الضغط زائد 4 انش. ال 4 انش دول 2 انش منهم للتركيبات و2 انش منهم للانسيوليشن من فوق ومن تحت. طبيعي طبعا انا مش بركب الانسيوليشن من فوق ومن تحت بس، الانسيوليشن بيبقى داير ما يدور على الضغط او واخد الاتجاهات كلها بتاعت الضغط، لكن اللي يهمني في الارتفاع هو الارتفاع بتاع السسبندد سيلينج، عشان لما تيجي تعمل حسابك انا ماشي في السسبندد سيلينج ده ضغط، ابقى واخد بالي ارتفاع الضغط ده وليكن مثلا 16 انش ارتفاع الضغط بس اللي انا حاسبه، فطبيعي اني على الاقل هيكون ارتفاع السسبندد سيلينج 20 انش، هتحط 4 انش زياده. ليه ال 4 انش الزياده؟ زي ما قلت 1 انش الانسيوليشن من فوق ومن تحت يبقى ب 18، 1 انش من فوق ومن تحت للتركيبات يبقى 20 انش او 20 بوصه التوتال بتاع الارتفاع بتاع السسبندد سيلينج بتاعي. ده الشكل لو انا بقول الكلام ده، بقول لو انا عندي ارتفاع اللي هو الاكس دوت هو الارتفاع الكلي والاتش هو الارتفاع بتاع الضغط، فطبيعي ان الاكس لازم هيكون بيساوي الاتش ده، الاتش ده ارتفاع الضغط بس الانسيوليشن بتاعه زائد 1 انش من فوق ومن تحت. يبقى الطبيعي ان انا على الاقل لو انا عندي دول 50 سم لازم يكون الارتفاع بتاع الضغط ده الماكسيمم بتاعه بالانسيوليشن يكون خلاص
او سوري من غير الانسيوليشن لازم يكون 40 سنتي. يبقى الاتش بتاع الضغط ده لو انا مديك 50 سنتي سسبندد سيلينج، لو المعماري مديني 50 سنتي سسبندد سيلينج، يبقى انا هبقى عارف على الاقل ان ارتفاع الضغط مش هيزيد عن 40 سنتي في اي حال من الاحوال. يبقى ده الطبيعي بتاعي. دايما الضغط بتاعتي بتبقى ماشيه بايفن نمبرز، يعني الارتفاعات بتاعتي او حتى العرض بيبقى ماشي ايفن 6 8 10 12 طبعا بالانش. الضغط بتاعي بيتحسب بالانش. لما نخش دلوقتي في الجداول هنعرف الكلام ده. نيجي بقى لخطوه الضغط ديزاين. فخطوه الضغط ديزاين هو انت محتاج تعمل الضغط ده عشان ابقى عارف كده هو وانا همشي من فين لفين، والابعاد بتاعه الضغط بتاعتي ماشيه ازاي. يعني الضغط ده هيمشي في السسبندد سيلينج ده ايه الابعاد بتاعته، العرض والارتفاع بتاعه هيبقى قد ايه. هو ده اللي احنا عايزين نعرفه في خطوه الضغط ديزاين. اول خطوه في الضغط ديزاين المفروض ان انا بحسب منها كميه السي اف ام اللي انا محتاجها للمكان بتاعي. كميه السي اف ام اللي انا بحتاجها للمكان بتاعي بتعرفها منين كميه السي اف ام ديت؟ كميه السي اف ام اللي انا بحتاجها للمكان بعرفها من السنسبل لود اللي في الروم. الروم بتاعتي عليها مجموعه احمال حراريه. طبعا احنا ما اتكلمناش على الاحمال الحراريه، خلينا نتكلم كده عليها سريعا لان مفيش وقت تاني او مفيش يعني وقت تاني نتكلم فيه في موضوع الاحمال الحراريه. في الحقيقه في مجموعه احمال حراريه بتبقى بتنقسم كده الاحمال الحراريه لحاجه اسمها الاكسترنال لودز والانترنال لودز. الاكسترنال لودز اللي هي الاحمال الحراريه الخارجيه، عندي هواء بره درجه حرارته 40، عندي هواء جوه درجه حرارته 20، فطبيعي ان هيحصل كوندكشن او هيحصل توصيل حراري من بره لجوه خلال السقف بتاعي. السقف بتاعي دوت هيدخل لي حراره، الحوائط بتاعتي اللي على الشارع دي هتدخل لي حراره، دي كلها بنسميها الاكسترنال لودز. الشبابيك الازاز والخشب او الابواب الخشب ده كله بيدخل لي حراره. بالاضافه ان انا عندي الشبابيك كمان الازاز دي بتدخل لي لو في شمس بتدخل لي كل الاشعه بتاعت الشمس اللي هو كل الراديشن اللي جاي لي من الشمس ده بيخش لي جوه، ده بنسميه سولار هيت جين. خلاص ده بنسميه السولار او السولار لود يعني. دي كلها احمال بنسميها الاحمال الخارجيه. بالاضافه طبعا للحوائط اللي هي انا عندي حيطه من مبنى جوه المبنى نفسه بس بتبص على مكان تاني جوه المبنى، يعني الحيطه ما هياش حيطه بتبص على الشارع، دي حيطه داخليه دي برضو بتدخل لي حراره. الارضيه بتدخل لي حراره، دي كلها احمال بنسميها الاكسترنال لود. وفي انترنال لودز دي احمال داخليه بقى زي ايه؟ زي الاضاءه بتاعت المكان، دي بتدخل لي حراره للمكان. الاجهزه اللي انا بشغلها في المكان، الاكويبمنت اللي انا بشغلها، بشغل اجهزه شكلها عامل ازاي؟ ممكن اكون مشغل غلايه مثلا، كاتل بيطلع بخار ميه، في حراره بتبقى في سنسبل وفي ليتنت. خدوا بالكم ان الاحمال الحراريه بتاعت فيها سنسبل وفيها ليتنت. السنسبل اللي هي الحراره المحسوسه زي ما قلنا المره اللي فاتت، اللي هي فروق درجه الحراره، في فرق في درجه الحراره ما بين نقطه ونقطه، ده بنسميه سنسبل. انما الليتنت اللي هو بخار الميه اللي بيطلع. ففي اجهزه بتطلع لي ليتنت زي الاجهزه بتاعت المطبخ مثلا، البوتاجازات، الحاجات اللي انت بتعملها على البوتاجاز دي كلها حاجات بتطلع ليتنت، بتطلع بخار ميه، فدي احمال حراريه بنسميها ليتنت لود. في احمال البني ادمين اللي موجودين، البني ادمين اللي موجودين جوه المكان دول بيمثلوا لي حمل حراري على المكان، فدول برضو ليهم احمال حراريه سنسبل وليتنت. في احمال حراريه من الفنتليشن، حضرتك عايز تعمل فنتليشن جوه المكان او عايز تعمل تهويه، فبتاخد جزء من الهواء اللي موجود جوه المكان بترميه وارجع اخد جزء من الهواء بتاع الشارع المفروض ان هو انضف شويه وارجع ادخله، او الهواء الفريش يعني ادخله المكان بدرجه حرارته مهما كانت عاليه ادخله على المكان، ده برضو في سنسبل وليتنت. فانا الاحمال بتاعتي بقى اقدر اقسمها لسنسبل وليتنت. مجموعه الاحمال الحراريه السنسبل كلها على بعضها اللي بتجي لي جوه الروم اقدر احسب منها كميه السي اف ام. فبقول كده اهوت ان كيو دوت للروم السنسبل بتساوي 1.8 في السي اف ام في التي روم ماينس التي سبلاي. التي روم هي الديزاين كونديشن بتاعتي، يعني انت عايز الروم بتاعتك عند 25 درجه، السبلاي بتاعتي درجه حراره السبلاي بتاعت الهواء ليكن 15 درجه. فدايما الدلتا تي تقريبا بيبقى في رينج ال 10 درجات. لو حضرتك عارف الكيو دوت السنسبل بتاع الروم بكام تقدر تعرف انا محتاج كميه سي اف ام او كيوبيك فيت بير مينت قد ايه او كميه هواء قد ايه. بس اخد بالي ان الايكويشن ديت لما اجي استخدمها ان الكيو دوت بتاعت الروم ديت بستخدمها بوحده البي تي يو بير اور او البريتش ثيرمال يونت بير اور. بريتش ثيرمال يونت بير اور انا عارف دوت ان ال 1 طن ريفريجريشن زي ما قلنا قبل كده، مش فاكر انا قلتها لكم ولا لا، ال 1 طن ريفريجريشن بيساوي 3.52 كيلو وات. ال 1 طن ريفريجريشن بيساوي 1.3 3.52 كيلو وات. ال 1 طن ريفريجريشن بيساوي 12000 بي تي يو بر اور، يعني تقدر تحول لو انا معايا من الكيلو وات،
لو انا معايا كيو ديت ديت بالكيلو وات تقدر تحولها لطن ريفرجريشن، تقدر تقسمها على 3.52 يبقى حولتها من الطن التبريدي، اقدر احول الوحده بتاعتي للبي تي يو بر اور زي ما قلنا. يبقى الوحدات اللي انا هستخدمها في الايكويشن ديت بالبي تي يو بر اور. كونك عرفت التوتال سي اف ام في المكان، عند كده تقدر تاخد المكان بتاعك وتقدر توزع فيه الديفيوزرز بتاعتك او الجريلات بتاعتك زي ما انت عايز. يبقى نيجي للخطوه اللي بعد كده في الديزاين، ان انا هعمل اير اوتلت ديستريبيوشن، عايز اوزع الديفيوزرز بتاعتي او الجريلات في المكان. انا هتكلم عن الشكل الاشهر اللي هو انا هوزع ديفيوزرز، ده الشكل الاشهر اللي هو بحطه في السسبندد سيلينج، وده خدوا بالكم بيديني توزيع للهواء افضل، لاني زارع الديفيوزرز بتاعتي في كل مكان جوه الروم، هتوزع لي الهواء كويس جدا او هتوصل لي الهواء البارد لكل الاوضه زي ما قلنا. طيب الديفيوزرز بتاعتي هتوزعها ازاي جوه المكان؟ على حسب العدد اللي انت عايزه، هتقسمهم زي ما قلنا قبل كده في تقسيم السبرينكلرز باكس و2 اكس وواي و2 واي. القاعده المشهوره في التوزيع بتاع الديفيوزرز او السبرينكلر اكس و2 اكس وواي و2 واي. يبقى المسافة من الديفيوزر للحيطة اسمها X، المسافة من الديفيوزر للتاني اسمها 2X. يبقى أنا عندي الديفيوزر ده بيغطي مسافة، لو ده 4 way هيغطي لي مسافة X يمين و X شمال و Y لفوق و Y لتحت أو لقدام ولورا يعني. خلاص؟ طيب التوزيع بتاعي زي ما وزعنا قبل كده الجريلات بتاعتي أو سوري السبرينكلرز في الفاير فايتنج، المرة دي في الديفيوزرز هنوزع بنفس الطريقة X و2 X و Y و2 Y. هي دي نفس التقسيمة. يبقى كونك عرفت عدد الديفيوزرز اللي انت هتحطها في المكان، يبقى عرفت السي اف ام بتاعت كل ديفيوزر بتاعك بكام. كونك عرفت السي اف ام التوتال وعرفت عدد الديفيوزرز، يبقى عرفت السي اف ام بر ديفيوزر او لكل ديفيوزر بكام. يبقى هقول كده السي اف ام بر ديفيوزر بتساوي التوتال سي اف ام على النمبر اوف ديفيوزرز، يبقى عرفت كل ديفيوزر فيه سي اف ام قد ايه. الطبيعي ان انا بمشي الضغط بتاعي ازاي؟ الطبيعي ان انا بمشي الضغط بتاعي زي ما انت عايز، امشي زي ما انت عايز وابتدي جمع السي اف ام بتاعتك. المهم ان في الاخر الضغط المين دوت اللي هو هيخش على المكنه او اللي خارج من المكنه هيبقى فيه التوتال سي اف ام بتاعت الديفيوزرز كلها. طب هتحددها ازاي؟ يعني كل ديفيوزر يطلع كميه السي اف ام ديت ازاي؟ يعني انت بتقول لي ان انا عندي 500 في المكان وهركب 10 ديفيوزرز، فيبقى نصيب كل ديفيوزر 50 سي اف ام. مين يقول لي ان كل ديفيوزر يخرج 50 سي اف ام؟ او مين يظبط لي القصه دي؟ بيظبط لي القصه ديت حاجه اسمها الفوليوم اللي احنا قلنا عليه قبل كده. الفوليوم دمبر عامل زي الريش كده اهوت، بتقفل وتفتح عامله زي البوابه. فكونك قفلت الدمبر ده تماما يبقى ما فيش هواء تماما معدي من الديفيوزر ده، طبعا كل ديفيوزر بيبقى عليه دمبر. كونك قفلت الريش تماما ده معناه ان ما فيش هواء معدي جوه الديفيوزر ده. كونك بتفتح الريش واحده واحده ده يزود لك كل ما انت بتفتح طول ما انت بتزود كميه السي اف ام اللي بتخرج من الديفيوزر ده. طبعا بتتعمل اختبارات في الاول بعد ما بنركب، بنحدد بيها فتحه الديفيوزر ده قد ايه او فتحه الدمبر ده قد ايه، بحيث ان نطلع كميه السي اف ام المظبوطه من كل ديفيوزر بالظبط. طيب دي بنسميها نعمل بالانسنج في المكان. طيب يبقى انا عرفت الديفيوزرز وعرفت السي اف ام، ماشي بقى الضغط زي ما انت عايز، ترسم الشبكه بتاعه الضغط بتاعتك، ومن الشبكه بتاعت الضغط تقدر تعرف كل ضغط ماشي فيه كميه سي اف ام قد ايه على حسب الديفيوزر. يعني انا لو انا ماشي ضغط كده من المنطقه دي وماشي كده بيه طوالي زي التري، الشبكه التري زي ما احنا ما قلنا قبل كده في السبرينكلر، يعني برانشز يمين وشمال، فكل ضغط انا ماشي فيه او كل برانش عليه 2 ديفيوزرز، يبقى الديفيوزر الاولاني 50، الثاني يبقى ماشي الضغط ماشي فيه 100 لانه هيغذي 2 ديفيوزرز. الناحيه الثانيه نفس القصه، يبقى الضغط اللي قبلهم شايل او نهوت مثلا، لو قلنا نهوت ده الاخر، يبقى الضغط اللي نهوت اللي ماشي فيه الاربعه ديفيوزرز دول هيبقى شايل 200 سي اف ام، اللي بعده هيبقى شايل 400 وهكذا، اللي بعده هيبقى شايل 600 وهكذا. يبقى انا بقدر اقسم كل ضغط فيه قد ايه كميه سي اف ام. يبقى كل ضغط بالنسبه لي رسمته في الشبكه بتاعتي بما اني موزع عليه الديفيوزرز، على حسب عليه او بيخدم كام ديفيوزر اقدر اعرف كميه سي اف ام اللي ماشيه في الضغط ده قد ايه. طيب عشان اكمل الديزاين بتاعي، هكمل الديزاين ازاي؟ هكمل الديزاين بطريقه بنسميها الايكوال فريكشن ميثود. ايكوال فريكشن ميثود، الايكوال فريكشن ميثود بتقول لي ايه؟ الايكوال فريكشن ميثود طريقه بسيطه خالص، بتقول لي ان الفريكشن في اي حته من الضغط هيبقى متساوي، الفريكشن في اي حته من الضغط هيبقى متساوي.
طب هتعملها ازاي القصه ديت؟ زي ما قلت عن طريق البالانسنج، يعني تقدر تظبطها ازاي؟ عن طريق البالانس. طيب خلاص ماشي، انا عرفت ان عن طريق البالانس وعرفت كميات السي اف ام وعرفت انك هتعمل بالانس وكل حاجه. هتحسب ازاي؟ مبدئيا كده اهو بحسب حاجه واحده للمين ضغط، لازم ابقى عارف معلومتين عشان اقدر اعرف بقيه المعلومات في الضغط ده. الضغط اللي انا اعرف له معلومه هو الضغط اللي بنسميه المين ضغط. المين ضغط ده هو الضغط الرئيسي اللي خارج من المكنه بتاعتي، الضغط الرئيسي اللي خارج من المكنه بتاعت التكييف بتاعتي او من الاير هاندلنج يونت بتاعتي. اتفقنا؟ يبقى المين ضغط اعرف فيه معلومتين. تعرف التوتال سي اف ام فيه؟ يبقى مبدئيا كده انا عايز التوتال سي اف ام في المين ضغط، وتاني حاجه تعرفها في المين ضغط هي المين فيلوسيتي او المين ضغط فيلوسيتي. تعرفها منين المين ضغط فيلوسيتي؟ في الحقيقه عندي جدول كده اهو في الريفرنسز بتاعتي او في الاكواد بتاعتي بيقول لي ريكومندد ماكسيمم ضغط فيلوسيتي فور لو فيلوسيتي سيستم، مديني كده اهوت الماكسيمم فيلوسيتي للضغط او للمين ضغط بكام. طب على حسب ايه؟ يعني هتقول المين ضغط دوت ماشي فيه سرعه قد ايه ازاي؟ مين يقول لي الكلام ده؟ على حسب الابلكيشن. طبعا سرعه الهواء في الضغط بتعمل لي نويز، فطبيعي ان يبقى على حسب الاستخدام بتاع المكان بتاعي اقدر اقول لك سرعه الهواء اللي ماشي في الضغط ده يبقى قد ايه. فطبعا الاكواد او الستاندردز بتاعتي بتقول لي السرعات او الماكسيمم فيلوسيتي اللي تمشي في المين ضغط قد ايه على حسب الابلكيشن. فهتلاقي اول كولوم في الجدول ده بيديني الابلكيشن بتاعي، لو الابلكيشن ريزيدنس او ابارتمنتس او شقق او اوتيل او هوسبيتالز برايفت اوفيس لايبراريز ثياترز اوديتوريومز، كل الكلام ده على حسب الابلكيشن بتاعك تقدر تستخدم المين ضغط السرعه بتاعته بكام. فتيجي بقى في الناحيه الثانيه هنا هو سيبك من الكولوم الثاني ما يهمنيش، بيقول لك كنترولنج فاكتور نويز جنريشن، ده المين ضغط، اقصى ضغط طبعا بيبقى فيه نويز هيبقى المين ضغط. هتروح للي بعد كده هتلاقيه بيقول لك المين ضغط سواء كان سبلاي ولا ريتيرن الماكسيمم فيلوسيتي فيه بكام. بس تاخد بالك ان الماكسيمم فيلوسيتي ديت بالفيد بير مينت، بالفيد بير مينت، يبقى السرعه بتاعتي بالفيد بير مينت. يبقى هتخش ان هو بتقول مثلا انا عندي مبنى عباره عن اوفيس، اوفيس بيلدينج، فالاوفيس بيلدينج ده اهو ده برايفت اوفيس، سرعات في المين ضغط بتاعتي بكام؟ ب 2000. يبقى المين ضغط هستخدم فيه السرعه بتاعتي ب 2000 فيت بير مينت. يبقى انا معايا السرعه، معايا التوتال سي اف ام للمين ضغط. خدوا بالكم لغايه دلوقتي انا بتكلم على المين ضغط. عندي اوتيل، عندي اوتيل، الاوتيل دوت هتبقى السرعه في المين ضغط بكام؟ السرعه في المين ضغط ب 1500 وهكذا. يبقى في معلومتين انا عارفهم للمين ضغط بتاعي. يبقى انت رسمت الضغط، عرفت كل مسافه او كل نقطه في الضغط بتاعتي فيها كميه سي اف ام قد ايه، يبقى بالتالي انا عارف كميه السي اف ام في المين ضغط، عارف معلومتين، عارف السي اف ام وعارف الفيلوسيتي او الماكسيمم فيلوسيتي من الجدول اللي احنا اللي قدامنا ده. طيب من الجدول دوت بما اني عرفت معلومتين اقدر اخش على خريطه، الخريطه ديت بسميها الفريكشن شارت. الفريكشن شارت هتخش تعمل بيها ايه؟ الفريكشن شارت، الفريكشن شارت دي في الحقيقه بتديني اربع حاجات، بتديني اربع حاجات، بتديني كميه السي اف ام، بتديني الفريكشن في الضغط، بتديني السرعه في الضغط، بتديني السايز بتاع الضغط. تاني، الخريطه ديت اربع معلومات، بتديني السي اف ام بتاع الضغط، كميه الهواء اللي ماشي في الضغط قد ايه، بتديني سرعه الهواء اللي ماشي جوه الضغط ده قد ايه، بتديني الفريكشن اللي بيحصل في الضغط ده قد ايه، بتديني السايز بتاع الضغط ده قد ايه. شكلها ايه الخريطه ديت؟ الخريطه ديت اهي زي ما انت شايف كده على الناحيه الشمال مديني الاير كوانتيتي بالسي اف ام، دي اول نقطه. تحت ان هو اللي هو المحور الافقي مديني الفريكشن لوس، مديني كميه الفريكشن، بس تاخد بالك ان ده بالانش ووتر بير 100 فيت، يعني كل 100 فيت من الطول او من الضغط لينس يحصل فيهم فريكشن قد ايه بالانش ووتر. انش ووتر يعني بوصه من الميه، فاكرين ان احنا كنا بنقول كده هو البريشر اقدر استخدمه بوحدات اسمها الهيد، هو ده الهيد بس هيد ميه بالانش مش بالمتر، بالانش ميه خلاص بكم بوصه ميه. طيب السرعات بقى والسايز فين؟ في الحقيقه السرعات اهي هي الخطوط اللي مايله اللي انا بشاور عليها دلوقتي دي، مديني السرعات بالفيد بير مينت، هتلاقيه مديك سرعات 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 وهكذا طول ما انت ماشي. خلاص يبقى الخطوط اللي هي مايله ناحيه اليمين ديت دي كلها خطوط بسميها الفيلوسيتي،
طب فين السايز؟ الخطوط بقى العكس اللي هي اللي انا بشاور عليها دلوقتي، ده 3 انش، ده 4 انش، خدوا بالكم ده بيديني دايامتر للدكت، دايامتر يعني بيديني سيركولار دكت، يعني لو عايز ريكتانجولار دكت لسه هنشوف نعمل ايه. يبقى لغايه دلوقتي انا اقدر اختار سيركولار دكت، لغايه الخريطه ديت انا اقدر اختار عن طريق المعلومتين اللي معايا اقدر اختار سيركولار دكت. يبقى لو حضرتك معاك اي معلومتين تقدر تعرف المعلومتين التانيين. طيب انت معاك معلومتين فين؟ معايا معلومتين عند المين دكت. ايه اللي انت تعرفه في المين دكت؟ اللي انا اعرفه في المين دكت اعرف الفلوستي بكام واعرف السي اف ام بكام. طيب لو انا بقول لك ان انا عندي توتال سي اف ام ب 1500 اهي، يبقى هحدد كده اهوت عند التوتال سي اف ام ب 1500 سي اف ام، يبقى حددت الخط بتاع السي اف ام. وقلت لك عندي في المين دكت فيلوستي زي ما جبتها من الجدول، وليكن ده اوفيس بيلدينج او اوتيل بيلدينج، السرعات في المين دكت هتبقى ب 1500، ادي السرعه ب 1500 اللي هو الخط الاحمر الثاني ده. لما تقاطع الاثنين دول مع بعض هيديني نقطه، هتيجي من النقطه دي ترسم خط بالطول زي ما احنا راسمين كده اهوت اللي هو الخط الاخضر ده اهو. من الخط الاخضر ده حضرتك عرفت ايه؟ عرفت ان الخط الاخضر دوت الفريكشن في الضغط بكام؟ الفريكشن في الضغط ده هيطلع 0.25 انش ووتر لكل 100 فيت من اللينس بتاع الضغط. يبقى الفريكشن زي ما طالع لي هنا اهوت من الخريطه بيطلع 0.25 انش ووتر بير 100 فيت من الايكويفالنت لينس او من اللينس بتاع الضغط. طب مقاس الضغط بقد ايه؟ تعال شوف هو انا واقع هنا اهوت بين مقاس كام وكام؟ ده ب 12 انش وده ب 14 انش، يبقى انا هنا اهوت المقاس بتاعي ب 14 انش، طبعا بقربه للاكبر، يبقى انا المقاس بتاعي ب 14 انش خلاص. طيب يبقى المقاس بتاع الضغط بتاعي ب 14 انش. طب انت كده عرفت للمين ضغط. طب بقيه الضغط بقى حضرتك عارف معلومه واحده، عارف السي اف ام اللي ماشيه في كل ضغط بقد ايه. طيب ايه المعلومه الثانيه؟ ما احنا قلنا ان الطريقه ديت اسمها الايكوال فريكشن ميثود، ايكوال فريكشن ميثود. فكونك عرفت الفريكشن، الفريكشن ده ثابت لكل الضغط، يعني الخط اللي انا رسمته الاخضر يبقى لو حضرتك بقيت الضغط بتاعتك عارف فيها الفريكشن وعارف السي اف ام تقدر تعرف المقاسات بتاعت كل ضغط من دول بكام. يعني ايه؟ يعني انت قلت لي المين ضغط لغايه دلوقتي اهو عرفت فيه التوتال سي اف ام، عرفت فيه السرعه ماشي، عرفت فيه النقطتين دول، جبت النقطه دي جبت منها الفريكشن اللي هو هيبقى ثابت بعد كده على كل الضغط بتاعتي، وجبت منها السايز بتاع الضغط ده اللي هو هيطلع ب 14 انش. طب لو انا عندي ضغط تاني ماشي فيه وليكن 1000 سي اف ام هتعمل ايه؟ يبقى هجيب بقى كل البرانشز وكل الاجزاء التانيه بتاعت الضغط عن طريق زي ما قلت عن طريق السي اف ام بتاعت الحته دي بكام، وعن طريق الفريكشن في الحته دي بكام، لان الفريكشن خلاص احنا قلنا ان الفريكشن انا بسميها الايكوال فريكشن ميثود. فبما ان جبت الفريكشن، الفريكشن ده هيفضل ثابت لكل الاجزاء بتاعت الضغط او كل البرانشز بتاعت الضغط. فنيجي بقى لاي جزء تاني، معايا السي اف ام بتاعته، معايا الفريكشن اهو الخط الاخضر اللي انا رسمته ده هو الفريكشن في اي حته. عندي الضغط التاني اللي بعد المين ضغط ماشي فيه وليكن 1000 سي اف ام، فهاجي عند الخط بتاع ال 1000 هتعدي كده ترسم خط عند ال 1000 سي اف ام قاطعه مع الخط بتاع الفريكشن اهو، يبقى جبت النقطه دي للضغط اللي بعده. المقاس بتاعها بكام؟ المقاس بتاعها وقع ما بين ال 11 وال 12 يبقى ب 12 انش، يبقى الديامتر بتاع الضغط ده ب 12 انش. طب سرعته بكام؟ السرعه في الضغط ده بكام؟ السرعه بالضغط ده هتبقى ماشيه على حسب النقطه اللي معدي بيها هتبقى ب 1400 فيت بير مينت. طب عندي الضغط اللي بعده ماشي فيه 600 سي اف ام اهو، ادي الضغط اللي بعده 600 سي اف ام، اقطعه مع خط الفريكشن اهو، واقع السايز واقع ما بين ال 9 وال 10 يبقى السايز بتاعي ب 10 انش. طيب 10 انش، طب السرعه بكام؟ طبعا السرعه مش هتهمني قوي لكن هاتها معاك في الجدول. طبعا بترسم جدول تكتب فيه كل ضغط بالسي اف ام بتاعته بكام، او كل منطقه من الضغط بالسي اف ام بتاعتها بكام. طبعا المعلومه الاولانيه اللي هتعرفها هتعرف للمين ضغط، هتعرف السرعه وهتعرف السي اف ام، وعن طريقهم هتجيب الفريكشن، هيبقى الفريكشن ده كامل لكل الضغط متساوي، وعن طريق الفريكشن والسي اف ام تقدر تطلع السايز بتاع الضغط عند كل حته بكام والسرعه عند كل حته بكام. يبقى انا كده عرفت المقاسات بتاعت الضغط بتاعتي او كل حته في الضغط المقاس بتاعها بكام بس سيركولر. طب هو انت ينفع تمشي سيركولر؟ ينفع لو ينفع معاك تمام ما فيش مشكله. طب لو مش هينفع؟ لا هرجع بقى للريكتانجولر. طب عايز احول السيركولر ده الريكتانجولر، اقدر احولها بطريقه من اتنين. ممكن عندي خريطه، يبقى الخطوه اللي بعد كده ان انا احول كل الابعاد بتاعتي من سيركولر لريكتانجولر سايز.
يا اما عندي خريطه يا اما عندي تيبل، على حسب انت عايز تستخدم ايه. عندي خريطه في الاول اهي، ادي الخريطه بتاعتي. الخريطه بتاعتي ديت جواها الخطوط اللي من جوه ديت، دي كلها خطوط دايامترز، وانا عندي من ناحيه الخط او المحور الراسي والمحور الافقي السايز بتاع الضغط الريكتانجولر. حضرتك عايز سايز فيهم، وليكن انا هحدد الارتفاع، هقول ان اقصى ارتفاع انا هشتغل عليه وليكن 20 انش، هو ده اقصى ارتفاع انا هشتغل عليه. فهاجي عند ال 20 انش ده واروح واخد خط. عندك ضغط بكام بقى؟ عندي ضغط مقاسه وليكن زي ما انا راسم كده في الخط الاحمر ب 27 انش ديامتر. عند ال 27 مع ال 20 يديني ان السايز بتاع الضغط ده 20 في 30 اهو. يبقى هتقاطع بحدد سايز للضغط او سايد واحد للضغط وليكن ايه؟ السايد بتاع الضغط ده هخليه ثابت معايا عن طريق السايد اللي هو ال 20 دوت زي ما قلت دوت، وليكن هحدده عن طريق الارتفاع بتاع السسبندد سيلينج. هتاخد الارتفاع بتاع السسبندد سيلينج الكامل تطرح منه 4 انش، يبقى جبت سايد واحد او الارتفاع بتاع الضغط هيبقى قد ايه؟ وليكن ال 20. دخلت بال 20 ده رسمت خط تقطعه مع اي دايمتر عندك وتنزل بيه لتحت تطلع منه السايد الثاني بتاع الضغط يطلع قد ايه. يعني لو انا عندي ضغط سيركولر، الضغط السيركولر دوت 27 انش، الدايمتر بتاعه 27 انش، وانا عايز احوله لضغط ريكتانجولر ارتفاعه 20 انش، هيبقى العرض بتاعه ب 30 انش على طول. عندي ضغط تاني ب 16 اهو، تقاطع ال 20 مع ال 16 وتنزل لتحت ان هو تقدر تجيب السايد بتاع الضغط التاني يطلع بكام، وهكذا. يبقى كده دي طريقه اقدر اعرف منها السايزز بتاع الضغط بتاعتي بكام. في طريقه تانيه اللي هي عن طريق التيبل. مديني تيبل زي ما احنا شايفين كده اهوت، بيقول لي كده اهوت على التيبل، بيقول لي ده سيركولار ايكويفالنت دايامتر، سيركولار ايكويفالنت دايامتر، بيقول لي كده اهوت ايكويفالنت اريا اند داكت كلاس اوف ريكتانجولار داكتس فور ايكوال فريكشن. يبقى عشان استخدم الايكوال فريكشن واستخدم نفس الاريا هتستخدم الجدول ده. الجدول ده مديني سايد من فوق اهو زي ما احنا شايفينه 6 8 10 12 14 16 18 20 22، ومديني سايدز تحت 10 12 14 16 18 20 وهكذا. انا عندي طبعا فين الديامتر؟ هو مديني جوه كل خانه من دول مديني يعني تقاطع سايد مع السايد تاني، يعني 6 مع ال 10 هتلاقي فيها رقمين، رقم فيهم للاريا ورقم فيهم للديامتر. حضرتك بتدور على ديامتر بكام؟ وليكن بدور على ديامتر ب 13. فتمشي عند مثلا انا عايز سايد واحد ب 20، فتيجي نقط عند ال 20 اهو، ال 20 خلاص انا عايز ارتفاع الضغط ب 20، هتمشي عند ال 20 دوت لغايه لما تلاقي الدايمتر ب 13، لقيت الدايمتر ب 13 ونص تمام، يبقى ده تمام. يبقى السايد بتاعي ب 20، السايد الثاني هيبقى ب 8 اهو. احنا كنا قلنا انا عندي وليكن 27، لو دورت على ال 27 تمشي نهوت مع الضغط ال 20 ده اهو، خط ال 20 ده اقصى حاجه يقدر يوصل لها عشان الاسبكت ريشيو، هتلاقيه مديني 21.9. طبعا الجدول لسه ليه كماله، يعني لسه في كماله للجدول عشان بس ما حدش يقول هو طب والباقي فين، لا الباقي هو لسه في كماله للجدول ماشي. يبقى بدور على الضغط الاكبر، خلاص ال 20 ما ينفعش، عايز ضغط يستحمل ال 27 اهو، اقل ارتفاع ليه هيبقى 28، تمشي بيه كده اهوت اهو، ادي ال 27. يبقى الضغط بتاعي يبقى 28 في 22 خلاص. طبعا اقدر اعمل العكس، يعني اقدر اخد ال 20 من النهوض واقدر امشي بيه اهو، لو ده الارتفاع، لو عايز ده الارتفاع اهو، ده الارتفاع بتاعي، تنزل بالارتفاع بتاعك اهو، عايز 27 اهو، تنزل كده ادي 27 ونص، يبقى الضغط بتاعي هيطلع ب 20 في 32 وهكذا. يبقى تقدر تعرف الابعاد بتاعت الضغط عن طريق الخريطه او عن طريق التيبل زي ما انت عايز. الجدول دوت ليه كماله زي ما قلت على حسب الابعاد، لان في بتبقى فيه ابعاد كبيره جدا على حسب الكميات السي اف ام اللي ماشيه، فدي كلها كماله الجدول اللي انا بتكلم عليه. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. حضرتك عرفت خلاص الضغط بتاعتك، عرفت المقاسات بتاعتها، عرفت السي اف ام اللي ماشي فيها، عرفت الفريكشن، وخد بالك الفريكشن بتاعي ثابت لكل الضغط. عايز احسب حاجه اسمها الفان ستاتيك بريشر، يعني الفان ديت تديني بريشر قد ايه عشان يقدر يوصلني لغايه اخر تيرمينال. تاني الفانه ديت الفريكشن بتاعها او الستاتيك بريشر بتاعها هيبقى قد ايه؟ هحسبه فين؟ هحسبه عن طريق الفريكشن. طيب الفريكشن اللي مديهوني دوت لكل 100 فيت من الضغط، يبقى مبدئيا كده لازم اشوف طول الضغط بتاعي قد ايه؟ اني طول هاخد اطول باص من الضغط، هاخد اطول باص من الضغط. يعني تمشي مع الضغط ده لغايه اخر تيرمينال،
هو ده أطول باص من الضغط. خلاص يبقى بتحدد كده أطول باص أو أطول مسافة هيمشي فيها الهواء في الضغط ده. وهقول له كده إن البريشر بتاع الفان بيساوي الفريكشن لكل 100 فيت، ده اللي أنا جبته من الخريطة. خدوا بالكم الرقم ده ثابت، وليكن زي ما احنا جبناه كده من الخريطة كان طالع مثلا ب 0.25 انش ووتر لكل 100 فيت. أنا عايز أضرب بقى في طول الضغط، أنا عندي ضغط ب 500 فيت، يعني تمشي بقى من أول كده من أول المكنة لغاية آخر تيرمينال أو أبعد تيرمينال فيها تبقى قد إيه؟ هنقول مثلا الطول الكلي، الطول الكلي ده يمكن مثلا 500 فيت، بس خد بالك إن الفريكشن ده لكل 100 فيت، يعني كل 100 فيت يحصل فيهم الفريكشن اللي هو 0.25، يبقى لازم آخد الطول ده كله وأقسمه على 100. هو الطول بس هو طول الضغط؟ لا في الحقيقة، ما أنت عندك كمان فيتنج. فيتنج زي ما قلنا قبل كده، الفيتنج ده اللي هو الاكواع اللي بتوصلني عشان امشي يمين شمال اطلع لفوق انزل لتحت، بضطر اركب فيتنج. طب الفيتنج دوت لازم يبقى ليه equivalent length او ليه فريكشن. هو كمان هتجيبه منين الفريكشن؟ الفريكشن اللي هو جوه الفيتنج هقدر اجيبه برضو من جدول بيديني مكانه equivalent length اهو. يبقى الجدول دوت هيديني الفريكشن بتاع الريكتانجولار البوز، الريكتانجولار البو. خلاص يبقى البو، بس الالبو دوت ريكتانجولار. طيب تعال بقى نشوف الريكتانجولار البو دوت مديني فيه كذا حاجه. هو هنا هو بيديك في الجدول بيديك دبليو ودي، مديك الابعاد اهو رسمها لك على الضغط. الدبليو دوت اللي هو العرض، الدي دوت اللي هو الارتفاع. يعني لو عندك ضغط العرض بتاعه 96 مع ان ارتفاع مع 48 ولا 30 ولا 30 ولا 24 ولا 20، اختار زي ما انت عايز. في انواع من الالبوس، في انواع بيقول لي في ريديوس البو نو فينز، يعني مفيش ريش من جوه. في البوهات فيها ريش اللي هي الثانيه، النوع الثاني بيقول لي ده ريديوس البو ويز فينز، يعني حاطط فيه ريش من جوه عشان تقدر توجه لي الهواء مظبوط. وفي نوع ثاني بنسميه السكوير البو، يعني واخد شكل سكوير. طبعا ده قليل خالص لما بستعمله، انا بستخدم الريديوس البو اللي هو الالبو اللي واخد كيرف. خلاص بستخدم الريديوس عادي جدا ما عنديش مشكله. وبستخدم كمان من غير فينز، يعني مش هستخدم كل الخانات دي، انا بستخدم الخانه الاولانيه بس اللي هي الريديوس البو نو فينز، ما عنديش فينز. بتروح تدور على مقاس الضغط بتاعك، مقاس الضغط وليكن كان مثلا 72 في 36 اهو 72 في 36، تخش على الريديوس البو يديني الطول بتاعي ب 32 فيت، يبقى الالبو دوت اقدر استبدله ب 32 فيت طول من الضغط العادي. خلاص يبقى تجمع معاك وانت ماشي بقى عندك كام البو في النص. طبعا الالبو دوت البو 90 درجه، يعني بيحركني عمودي. طيب لو انا بقى عايز البو 45 درجه هتاخد نص القيمه اللي هيديها لك الالبو 90 درجه. يبقى لو عندي البو 45 درجه، ده نادر ما بيحصل يعني، بس عشان تبقوا فاهمين المعلومه، لو انا عندي البو 45 درجه باخد القيمه بتاعه الالبو 90 درجه واقسمها على الاثنين، يبقى كني عند 90 درجه اقسم على الاثنين يبقى جبت الالبو ال 45 درجه بكام الفريكشن فيه. طبعا عندي ضغط وليكن ب 48 في 12، هتاخد 48 في 12 دول او في 20 سوري، 48 مع ال 20 تخش كده تجيب الطول بتاع الالبو دوت او اللينس اللي هيدهون الفريكشن للالبو ده ب 14 فيت من الالبو، اكنك ماشي في ضغط طوله 14 فيت. يعني اكنك بتحول الالبو ده لطول بمعنى اصح. يبقى طول ما انت ماشي كمان مش بتحسب اطوال ضغط مستقيمه وبس، انما كمان بتحسب الالبوهات او الفيتنج اللي انا حاطه في النص بتاعي بكام. طب انت كده قلت لي الفريكشن بتاع الريكتانجولر، طب هل مش انا ممكن ابقى ماشي في البو او في حاجه مثلا سيركولر؟ يعني انا ممكن اكون مصمم الضغط بتاعي اساسا سيركولر، طب هتجيب منه الفريكشن منين؟ هجيب منه الفريكشن طبعا، ده كملت الجداول اللي فات. هتجيب الفريكشن بقى في السيركولر البو او تي او كروس عن طريق الخريطه اللي قدامي دي. يعني انا ماشي بضغط راوند اللي هو السيركولر، معايا ضغط سيركولر، عايز اعرف الفريكشن في الالبو فيه بكام. ادي الخريطه بيديني الفيلوستي، مديني جوه القطعه بتاعتي سواء كانت البو او تي او اي زي ما انت عايز، وتخش بالسرعه. طبعا انا معايا السرعات اللي ماشيه جوه الضغط، تخش بالسرعه على الالبو بالضغط بتاعك السايز بتاعه بتاعك. ده بيقول لي كده سموز البو، بيقول لي السايز بتاعه 30 انش 16 انش 8 انش 3 انش على حسب ما انت عايز. بتخش بالسرعه بتاعتك على المقاس بتاع الضغط بتاعك، تقدر تنزل لتحت تجيب كميه الفريكشن، بس المره دي مش هيدهاني طول، ده هو مدهاني بريشر دروب على طول بالانش. خلاص مش مدهاني طول، مدهاني بالانش ووتر. يبقى كده قدرت اجمع كل الفريكشن
وقدرت اعرف الاستاتيك بريشر بتاع الفانه بتاعتي بكام. يبقى خطوتين انا محتاجهم للاستاتيك بريشر او محتاجهم للفانه. محتاج التوتال سي اف ام للفانه ديت بكام؟ يعني محتاج تعرف كميه الفلو ريت اللي هتطلعه لي الفانه دي بكام، زي ما كنا بنقول للبمب، هي زي نفس الفكره. محتاج اعرف التوتال سي اف ام بتاعها بكام، محتاج اعرف البريشر اللي هتدهون الفانه دي بكام، اللي هو الفريكشن او البريشر الاستاتيك يطلع بكام انش ووتر. طبعا الخطوه اللي انا جبتها عشان بس ما حدش يرجع يدور فيها، الخطوه ديت مش بتديني بريشر، الخطوه ديت بتديني فريكشن، قيمه فريكشن بالانش ووتر بالانش ووتر. القيمه ديت بنسميها الهيد او قيمه الهيد، تقدر تحولها لبريشر عن طريق ان انت تضربها في الرو بتاعت الهواء في الجي اللي هي عجله الجاذبيه. تاني، القيمه اللي انا جبتها من ان هو دي قيمه بالانش ووتر اللي هو الهيد بمعنى اصح، عشان انا بس كاتب بريشر عشان ممكن اكون ما خدتش بالي. هنا دي قيمه بريشر، لا، القيمه اللي هتطلعها لي من الايكويشن ديت الوحده بتاعتها بالانش ووتر بوصه من الميه. طب لو انا عايز احولها لبريشر بكام بار او بكام باسكال، اضربها في الرو جي اللي هي الرو اللي هي الدنسيتي في الجي اللي هي عجله الجاذبيه بتاعتي، يبقى قدرت اعرف البريشر بتاع الفانه بتاعتي هو كمان بكام. لغايه هنا حد عنده مشكله يا شباب؟ باشمهندسين انتوا معايا؟ شباب ايوه انتوا معايا ولا نمتوا؟ مهندس تمام يا شباب. طيب احنا كده خلصنا لغايه الديزاين بتاع الدكت، كده خلصنا كمان جزء الاتش باك، ما عندناش وقت تاني. لو كان في وقت تاني كنا هنقدر نشرح الجزئيه اللي هي بتاعه الكولينج لود، بس مش هنخش فيها خلاص، مش هنتكلم عليها. مجرد انكم تعرفوا بس انواع الاحمال الحراريه، هبقى احطها لكم برضه عشان تبقوا عارفينها، احطها لكم على ال ام اس في جدول كده، فايل صغير بي دي اف، تعرف منها بس الاحمال الحراريه، مين منها الاكسترنال ومين الانترنال، مين بيديني سنسبل ومين بيديني ليتد. لغايه هنا انا خلصت الجزئيه بتاعتي تماما. في جزئيه تانية اللي هي جزء بيخصكم انتوا بقى كعماره، جزئيه العماره اللي في الماده، في دكتور تاني هيديها لكم ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي. انا بالنسبه لي كده خلاص يعني تمام. ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى فيه كويز، الكويز هيبقى على جزئيه الفاير فايتنج، الكويز بتاعي هيبقى على جزئيه الفاير فايتنج، عباره عن ام سي كيو، خمس نقط، خمس نقط ام سي كيو هتحل فيهم الخمس نقط دول بخمس درجات. تاني، الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون فيه كويز، الكويز دوت هيكون على الجزء بتاع الفاير فايتنج بس، ولا داخل فيه البلامنج ولا داخل فيه التكييف. يبقى جزئيه الكويز اللي هو كويز 2 هتبقى على الفاير فايتنج بس. الجزئيه ديت هتلاقي فيها في نظري وفي مسائل، في نظري الام سي كيو دوت هيكون في نظري وفي مسائل، عشان ما حدش يجي يقول حضرتك قلت ما فيش مسائل، لا، في مسائل في الام سي كيو، في مسائل، اتفقنا؟ هم خمس نقط هتبتدي تحلهم، هتاخد بيهم الخمس درجات. حاولوا تذاكروا الجزئيه دي كويس. المساله اللي انا حطيتها هي مساله في نقطه واحده بدرجه واحده، مساله بسيطه خالص، مساله بسيطه خالص، مره تاني بكرر، هي خطوه واحده طلع منها رقم واحد، اتفقنا؟ حاولوا تذاكروا جزئيه الفاير فايتنج كويس، هتقدر تلم منها الخمس درجات بتوع الكويز. الامتحان جاي بسيط خالص، اقرا المحاضرات كويس جدا بتوع الفاير فايتنج، هم ثلاث محاضرات، هتقراهم كويس هتعرف تحل الكويز كويس جدا. حد عنده مشكله يا شباب؟ حد عايز يسال في اي حاجه من اول المنهج لغايه دلوقتي؟ اتفقوا مع الباشمهندس، حابينه يوم الاثنين تمام، حابينه يوم الاربع تمام، بس يوم الاربع الجاي عندكم محاضره، مش انا اللي هدي المحاضره طبعا، زي ما قلت في حد تاني هيدي المحاضره لانها جزئيه عماره، انما عندكم محاضره يوم الاربع عشان ما حدش يبقى عامل حسابه على غير كده. الامتحان عايزينه يوم الاربع او يوم الاثنين. الكويس في الكليه، الكويس في الكليه، ماشي تمام، عايزينه يوم الاربع تمام، عايزينه يوم الاثنين تمام. انا بلغت الباشمهندس لو حابينه يوم الاربع هيديكوا براح شويه، عشان لو انتوا حاضرين محاضره اونلاين زي دلوقتي يعني يبقى عندكم وقت توصلوا لغايه الكليه. تمام، اتفقوا مع الباشمهندس حابينه يوم الاربع او يوم الاثنين وبلغوني وانا ظبط لكم الدنيا. حد عايز يسال في حاجه تانية يا شباب؟ طب دكتور، هو كده ما فيش محاضره يوم الاثنين صح؟ هو كده كده اوريدي ما فيش محاضرات يوم الاثنين، هو في سكشن يوم الاثنين وسكشن يوم الاربع. سوري يوم الاربعاء، اوكي تمام.
انا اتلخبط. ورايا اي حد طب عايز يسأل دكتور، حاجة تاني؟ ممكن نخلي كويز اونلاين عشان ما ننزلش الكلية؟ بصي انا لغاية دلوقتي مش عارف ممكن يتعمل او انا ما اعرفش يتعمل ازاي اونلاين، ففي الحقيقة مش عايز ادخل نفسي في حوار ويطلع غلط يعني، ماشي؟ عشان ما نضيعش وقت، بس هو يوم هتنزلوا تمتحنوا فيه وخلاص وهتروحوا. ها حد عنده أسئلة تانية يا شباب؟ دكتور، هو ممكن الجزء اللي هو كان داخل في الميد تيرم ما تدخلش معانا في الفاينل، لان احنا ده امتحان عليه في الميد تيرم وامتحان عليه كويز، فيعني عشان نركز بقى في الجزء التاني يبقى هو ده اللي داخل في الفاينل. لا مش هينفع الكلام دوت، لاني انا مطالب ان الامتحان هيكون ليه شكل معين، هيكون داخل فيه كل الاجزاء اللي انا شرحتها، ده غصب عني. انما على الاقل هقدر اقلل لكم الجزئيه الاولانيه على قد ما اقدر، بس لازم هتذاكروها طبعا، ماشي؟ يعني على الاقل امتحنتكم في مساله، اكيد اكيد المساله ديت مش هجيبها تاني، بس ده اللي يعني خلوه في بالكم. ماشي، شكرا يا دكتور. لا حد عايز يسال في حاجه تاني؟ يبقى الامتحان الفاينل هيبقى شامل الثلاث اجزاء، هيبقى فيه بلومنج، هيبقى فيه فاير فايتنج، هيبقى فيه اتش في، الثلاث اجزاء، هيبقى فيه مسائل وهيبقى فيه نظري. هنشوف يعني ترتيبتها ازاي، بس ان شاء الله هيكون حاجه بسيطه، ما تقلقوش خالص، هتلاقوا الدنيا سهله يعني. حد عنده اسئله تاني يا شباب؟ بالتوفيق يا شباب، وان شاء الله خير يعني، وتدوا كويس يعني في الامتحان ان شاء الله يعني. يلا شباب، سلام يا شباب.